اوكي رجعنا تاني بعد ما الزحمه بعد ما الزحمه راحت. ما فيش لازمه ان احنا نقعد نسجل فيديو واحنا واقفين في الزحمه، فاحنا قلت نستنى لغايه نطلع الزحمه تروح ونخرج بره الزحمه علشان حتى نبقى يعني تبقوا سامعين صوت العربيه معانا والحاجات دي كلها. طيب احنا على التراك مود لسه، زي ما قلت لكم العربيه 407 صن و 600 نيوتن متر او 707 نيوتن متر. المرسيدس السي 6 3 اس اي ام جي على فكره 700 نيوتن متر. ف وبعدين طبعا هي 700 يعني 700 نيوتن متر دول بيفرقوا شويه حلوين طبعا في البرفورمانس، ما فيهاش جدال. مع الاخذ في الاعتبار كمان طبعا ان العربيات الثانيه دبل كلتش، دي مش دبل كلتش، دي 8 سبيد اوتوماتيك عاديه. فيعني يمكن النقلات بتاعتها مش سريعه قوي. الحلو قوي فيها الفرامل بتاعتها الصراحه، الفرامل بتاعتها برامبو، وفعلا يعني انا يعني اكاد اجزم ان هي احسن من الفرامل بتاعت المرسيدس والبي ام دبليو. من الاودي طبعا كمان يعني، فطبعا دي ميزه تتميز بيها الكاديلاك يعني. بالنسبه لسعرها بالمناسبه هو في حدود خمسه في الماء في يوروب، يعني في حدود 75,000 يورو بالضرايب، يعني نشيل منهم حوالي 19%، فبتكون في حدود يمكن حاجه و60,000 يورو تقريبا يعني، which is a lot يعني، قريبه قوي من اسعار الام 3 والام 4 والسي 63 اي ام جي يعني، قربت منهم جدا، ما عادتش رخيصه قوي، الفرق ما عادش كبير قوي زي في الاول يعني. بس هي طبعا عربيه انا حاسس هي مريحه اكتر من العربيات يعني، حتى في التراك مود لما اجي اقارن التراك مود مثلا بالسبورت بلس مود اللي موجود في المرسيدس السي 63 اي ام جي، احس ان هي العربيه هنا مريحه اكتر منها شويه. في ناس طبعا هتحب الاوبشن دي لما لو هي هتمشي بيها على طريق عادي مثلا، طبعا الناس اللي هي بتفضل التراك هتقول لك لا مش عايز المود ده خالص. زي النقله بتاعه السي 63 اي ام جي، تحس ان هي محتاجه ثانيه كده زياده كده. دي هتبقى اخر سحبه في التست درايف بتاع الكاديلاك الاي تي اس بي، ان شاء الله بقى نشوفكم بقى ايه في تست درايف تاني ان شاء الله. اوكي كده وصلنا للنهايه، اتمنى يكون الدرايفنج امبريشن السريعه دي عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم، ولو ما عجبكمش اكتبوا لنا كومنت، وما تنسوش برضو تعملوا شيرنج للفيديو ده لو حد من اصحابكم ناوي يشتري عربيه من العربيات دي عشان يبقى عارف هو داخل على ايه يعني. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايبنج للشانل كمان. اوكي يلا، وجت نهايه مع الزحمه، يلا سلام.